السلام عليكم، أنا جوجو من جيس تشيري، والفيديو اليوم راح أوريكم فيه تسريحات شعر للمدرسة. راح أوريكم 3 تسريحات وكلها تتضمن ضفيرة ديل السمكة. طبعا تقدر تسويها بالضفيرة العادية لو حابة، لكن ضفيرة ديل السمكة تعطي شكل ومرة سهلة، وراح أحط لكم فيديو تحت يعلمكم عليها لو ما كنت تعرفيها. وحابة أنوه على شغلة إنه الأصوات اللي في الفيديو ما هي موسيقى. لو حابة تتأكدي شوفي الرابط اللي راح أحطه تحت الفيديو. التسريحة الأولى اللي راح نسويها هي ضفيرتين في ضفيرة واحدة. أول شيء تحتاج تقسمي شعرك بالعرض، لكن خلي الجهة اللي فوق أو قسم الشعر اللي فوق يكون أقل من الشعر اللي تحت. اربطي القسم اللي فوق ببوكلة مطاط تكون صغيرة، لأنه بعدين راح نقصها، راح أوريكم كيف، لكن نحتاجها عشان تثبت لك القسم ويكون عملية الضفيرة تكون أسهل. بعدها نبدأ نسوي ضفيرة ذيل السمكة. نقسم الشعر قسمين، ناخذ خصلة صغيرة من الجهة اليمين ونحطها مع الخصلة الكبيرة اللي فيها الجهة اليسار، وخصلة من الجهة اليسار للجهة اليمين زي ما انتم شايفين. جدا سهلة، صحيح انها تاخذ شوية وقت لكنها مرة سهلة، وزي ما قلت لو ما فهمتي علي راح احط لك فيديو كامل عنها تحت الفيديو، تقدري تدخلي وتشوفيها. لا تسويها مرة طويلة لأن نبغاها تكون صغيرة. بعدها أدمجي الضفيرة مع القسم اللي تحت واقسميه نصين زي ما تسوي ضفيرة ذات سمكة عادي، وابدأ يسويها من أول وجديد، لكن هذه الضفيرة راح تكون أكبر من اللي فوق. بعدها تجيبي مقص، لا تخافي ما راح نقص شعرك. حاولي مرة تكوني منتبهة انك تمسكي البوكلة وتبعديها وتقصي عشان ما تقصي اي خصلة ولا شيء بالغلط. بعدها فكي الضفيرة الصغيرة وحاولي تدمجيها مع الضفيرة الكبيرة، وراح يطلع لك هذا الشكل. ترى انا جالسة احاول اخليها تتحرك جميع الاتجاهات عشان تبان الضفيرة، ترى مرة واضحة في الحقيقة انها ضفيرتين مختلفة، لكن ماني عارفة ليه في الكاميرا مو مرة باين. لكن سويها وراح تبان معاكي. نجي للضفيرة الثانية. كل اللي تحتاجي انك ترفعي شعرك مرة مرة فوق زي ما انت شايفة، وتقسميه طبعا قسمين عشان تبدأ تسوي ضفيرة ديل السمكة. بعد ما تخلص الضفيرة حاولي انك تفكيها او تكبريها عشان لما نلفها يكون في حجم احلى من انها تكون مرة نحيفة ومرة مرتبة. وبعدها نلفها على نفسها كأنك جالسة حتسوي بان عادية، لكن ضفيرة ديل السمكة تعطي شكل مرة أحلى ومرة أغرب من البان العادية. أنا ثبتت لها هي بكلبسات صغيرة، لكن أنت تقدري لو حابة تثبتيها بنص عادي، ثبتيها بأي شيء تحس إنه مرة حيثبت. زي ما أنت شايفة الصورة من أقرب تعطي مرة شكل غريب، ما هي بان عادية، وإن شاء الله تكون عجبتكم. ونيجي للتسريحة الثالثة. لا تخافي مرة ما راح أخليك تروح المدرسة بهذا الشكل، بس حبيت أوريكم هي عشان أحتاج أنكم تفهموا أنه تسوي الضفيرة زي كذا لا تسويها تحت، سويها فوق ونزليها شوية عشان لما نلفها زي كذا يعطي شكل أحلى. أنت طبعا تقدري تروحي مع الطريقة التقليدية أنك تلفيها من قدام، لكن أنا اليوم راح أوريكم طريقة أحلى. للأسف وأنا جالسة أصور طلعت بالغلط بدون ما أني دارية في الكاميرا، فما راح أقدر أنزل المقطع، لكن يعني اللي سويته مرة بسيط. أخذت ضفيرة من الجهة اليمين لليسار والعكس للجهة المقابلة. طبعا لو كان شعرك طويل راح تضطر انك تلفيها الين قدام، ما في مشاكل، لفيها لقدام وثبتيها بالبنس. بعد شوي راح اوريك طريقة تقدر تخفيها فيها. لو كان شعرك اقصر ممكن توصل لاذنك او شوية فوق اذنك. كل اللي بقوله نلفيها على الراس كامل، لانه راح نغطيها بربطة شعر. وكذا شكل التسريحة من ورا. زي ما انت شايفة ضفيرة ديل السمكة وعطيتها شكل أحلى، والأحلى إنها تكون عشوائية ومو مرتبة. طبعا ما راح أخليكي تروحي زي كذا الدوام من قدام، فلو كان عندك ربطة شعر تقدري تخفي فيها البنس فتختفي. طبعا أنا ماني مرة مخفيتها، بس يعني انت تقدري تنتبهي وتخفيها،
وبس هذا هو أو هذه هي التسريحة الأخيرة وهذه هي النتيجة النهائية. إن شاء الله تكون عجبتكم. مرة حبيت هذه التسريحة لأن حسيتها مرة كلاسيك وفي نفس الوقت عملية تنفع للدوام. لو جربتوها وسويتوها لبناتكم أو أخواتكم ارسلوا لي صور الكتاكيت حقانكم في تويتر أو الانستغرام، مرة حنبسط أشوفهم. وبس أو على فكرة في كمان تسريحات إن شاء الله جاية، فيديوهات جاية. Have a nice day and be close. Bye.